صباح الخير، انا دكتور صلاح زاهر، استاذ طب الاطفال في كليه طب جامعه اسكندريه، رئيس مجلس اداره مركز اسكندريه للاطفال، وبالتالي المسؤول عن حكايه صحه مع اللجنه المنظمه العظيمه الكبيره اللي معايا اللي يمكن حضراتكم هتعرفوها تباعا. حكايه صحه هي حكايتنا مركز اسكندريه للاطفال، ليكم للاهالي ولأولادكم. حكاية صحة هي جزء من رسالتنا الطبية الصحية في هذا البلد، في هذا المجتمع. احنا رسالتنا مش بس ان احنا نعالج الأطفال، رسالتنا ان احنا نمنع المرض، وان احنا نوعي الناس انها تبقى بصحة كويسة، وان احنا ان شاء الله نساعد في منح الصحة الجيدة لأولادنا. إزاي؟ حاجات كتيرة جدا تندرج تحت فكر الوقاية في الطب. الوقاية في الطب من أحد وسائلها التوعية. يعني أتكلم معاكم أنا وزمايلي الدكاترة وزمايلي في التمريض وأطباء الأسنان وأطباء الطب الطبيعي، نتكلم مع حضراتكم إزاي أخد بالي من صحتي ومن صحة طفلي وخلافه. هي دي حكاية.